بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن المؤلف الشهير كين روبنسون. في البداية راح نشوف عنه فيديو بسيط. How are you? It's been great, hasn't it? I've been blown away by the whole thing. In fact, I'm leaving. There have been three themes, haven't there, running through the conference, which are relevant to what I want to talk about. One is the extraordinary evidence of human creativity in all of the presentations that we've had and in all the people here. The variety of it and the range of it. The second is that it's put us in a place where we have no idea what's going to happen in terms of the future. No idea how this may play out. I have an interest in education. Actually, what I find is everybody has an interest in education. Don't you? I find this very interesting. If you're at a dinner party and you say you work in education, actually, you're not often at dinner parties, frankly, if you work in education. You're not asked. And you're never asked back, curiously. That's a thing that strikes me. But if you are, and you say to somebody, they say, what do you do? And you say, you work in education. You can see the blood run from their face. They think, oh my God, why me? My one night out all week. وهو من مواليد 4 مارس 1950. وهو مؤلف ومحاضر ومستشار دولي في مجال تعليم الفنون للحكومة والجهات الغير ربحية وهيئات الفنون والتعليم، وكان مدير الفنون في مشروع المدارس من سنة 1985 إلى 1989، وأستاذ تربية الفنون في جامعة ويرك من 1989 إلى 2001، ومنح لقب فارس في عام 2003 لخدماته في التعليم. في الأصل هو من عائلة من الطبقة العاملة من ليفربول، ويعيش حاليا في لوس أنجلوس مع زوجته ماري تيرز وطفليهما جيمس وكيت. الحين نتكلم بشكل مبسط عن حياته، وين عاش، من كانوا أهله. ولد في ليفربول في إنجلترا لجيمس روبنسون وثيل، وهو واحد من 7 أطفال من خلفية الطبقة العاملة. أصيب والده بالشلل بعد حادث صناعي في عمله، كما أصيب روبنسون بشلل الأطفال في السن الرابعة. لو كنتم ملاحظين بداية الفيديو كانت مشيته مو طبيعية. الحين نتكلم عن تحصيله العلمي. داوم في مدرسة ليفربول الجامعية من سنة 1961 إلى 1963، ومدرسة وايد ديكون متوسطة في تشيشيرد 1963 إلى 1968، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس بتخصص اللغة الإنجليزية والدراما من جامعة ليدز من 1968 إلى 1962، وحاد في عام 1981 على درجة الدكتوراه دكتورات فن جامعة لندن، باحثا أكاديميا في الدراما والمسرح في التعليم. الحين نتكلم عن مشواره المهني.
بين 1985 و 1989 كان روبنسون مدير مشروع الفنون في المدارس، وهي مبادرة لتطوير تعليم الفنون في جميع أنحاء إنجلترا وويلز. تعاطى المشروع مع أكثر من 2000 معلم وفنان ومسؤول في شبكة تنظم أكثر من 300 مبادرة، وكان ذا تأثير في صياغة المناهج الوطني في إنجلترا. وخلال هذه الفترة كان رئيس وكالة أرت وورك، وهي الوكالة الوطنية لتنمية الفنون عند شباب المملكة المتحدة، وعمل مستشارا لأكاديمية هونغ كونغ للفنون المسرحية. كان أستاذ تربية الفنون في جامعة وورك من 1989 ل 2001، وخدم 4 سنوات رئيسا لقسم تربية الفنون ورئيسا لبحوث التنمية في كلية التربية، وقد شغل أيضا مناصب مدير الدراسات الجامعية في معهد وورك للتربية، ومدير برامج الماجستير في تربية الفنون والدراسات الثقافية، ومدير وحدة الأبحاث في مجال التعليم والثقافة والفنون. وهو الآن أستاذ في خيري في جامعة وورك. في عام 1998 تولى رئاسة لجنة حول الإبداع والتربية والاقتصاد، وكان لتقريره مستقبلنا الإبداع الثقافة والتعليم أثر كبير، وكتبت مجلة تايمز حوله. هذا التقرير يثير بعض القضايا الهامة التي تواجه معظم الأعمال في القرن 21، مما سيدفع كل رئيس تنفيذي أو مدير قسم الموارد البشرية بالمطالبة باتخاذ إجراءات. ساعد في وضع استراتيجية للتنمية الاقتصادية والإبداعية كجزء من عملية السلام في إيرلندا الشمالية، ونشر فتح الإبداع، ووضع خطة للتنفذ في جميع أنحاء المنطقة، وأشرف على مشروع أو كلاهما للإبداع. في عام 1998 ترأس اللجنة الاستشارية الوطنية حول التعليم الإبداعي والثقافي. في يونيو 2003 وسم روبنسون كفارس لإنجازاته في الإبداع والتعليم والفنون، وهو متحدث ذو شعبية في مؤتمرات تيد التي شاهدها الملايين، حيث قدم محاضرتين حول دور الإبداع في التعليم. في عام 2005 سمي أحد الأصوات الرئيسية، وهي مبادرة مشتركة لمجلتي تايمز فورتشن ومحطة CNN. وفي عام 2010 انتجت الجمعية الملكية لتشجيع الصناعات والفنون والتجارة في الرسوم متحركة لأحد خطب روبنسون حول تغيير نماذج التعليم على اليوتيوب. شاهد الفيديو ما يقارب من 500,000 مرة في الأسبوع الأول على موقع يوتيوب. الحين نتكلم عن أعماله. التعليم من خلال الدراما، تقرير من الدراما المجلس مشروع تدريس المدارس، استكشاف مسرح التعليم، الفنون في المدارس
المبادئ والممارسات والتوفير، الفنون والتعليم العالي، محرر مواجهة المستقبل، الفنون والتربية والتعليم في هونغ كونغ، مستقبلنا الإبداع والثقافة والتعليم، انطلاقا من عقولنا تعلم أن تكون خلاقة، العنصر، كيفية العثور على العاطفة، كل شيء، التغيرات، إطلاق الإبداع. وفي حوار له حول كيف تحول تكنولوجيا التعليم، يرى السير كين روبنسون أنه الحين في فيديو يتكلم عن حوار سألوه شلون تحول تكنولوجيا التعليم. I find it very interesting now to look at how the digital tools that are available are changing the planet and the lives that our students are leading. The fact is, most people who are teaching now in schools were born before these tools were available, and our students take them completely for granted. Someone once said that technology is not technology if it happened before you were born. I mean, I was born in 1950, which does seem like a very long time ago now, but I wasn't very excited about electricity. You know, it wasn't like some major breakthrough for me, but it was for my grandparents. And our kids aren't really that excited about a lot of the technologies now that excite adults. They simply take them for granted. So our students have a facility with digital technology. And it's right and proper, therefore, that we should build them into the heart of education. But it's also important we do it because the tools themselves are creating cultural changes and possibilities which are really quite new. Our students are connected not just with the people in the room around them, but with literally anybody on the planet they care to be connected to. And that's an entirely new cultural proposition, I think, and it changes the game. كين روبنسون، في 2009 حصل على سفير للسنة الأوروبية للإبداع والابتكار، وبنفس السنة حصل على درجة الدكتوراه فخرية من كلية التصميم في رود آيلاند. 2008 حصل على جائزة المحافظين للفنون في ولاية بنسلفانيا، وبنفس السنة حصل على جائزة جينيس للإبداع والريادة وميدالية جورج بيبودي. حصل على وسام بنيامين فرانكلين الجمعية الملكية للفنون، ودرجة الدكتوراه الفخرية من جامعة سنترال انجلاند. وب 2004 حصل من رفيق معهد ليفربول للفنون المسرحية، و 2003 وسم فارسا ملكيا. وفي محاضرة له حول تغيير أنظمة التعليم، يرى كين بأن جميع دول العالم حاليا تسعى لتطوير التعليم العام، ويرجع ذلك لسببين. السبب الأول اقتصادي، حيث يسعى الناس لتعليم أبنائهم ليجدا وظيفة بمكان ما في اقتصاديات القرن 21. أما السبب الثاني فهو ثقافي، فجميع الدول
تعلم أبنائها بهدف حفظ هويتهم الثقافية وذلك الاعتماد على الجانب الثقافي للمجتمع في ظل العولمة. أما الحين نتكلم عن أهم المؤلفات التي ألفها كين روبنسون. كتاب صناعة العقل، دور الثقافة والتعليم في تشكيل عقلك المبدع. ويطرح الكاتب من خلال هذا الكتاب فكرة أن كل شخص يمتلك قدرات إبداعية، ولكنه قد يجهل في أي مجال هي، وأن هذه الإمكانات الإبداعية هي أثمن ما نملكه. لذلك فإن تطويرها واستغلالها تصبح قضية حيوية، وأن ماهية الثقافة التي نتشربها وشكل التعليم الذي نتلقاه يبقيان العاملين الأكثر تأثيرا في صناعة عقلنا المبدع. والملاحظ أن الكاتب قد ركز على ضرورة إبقاء الصلة بين العلم والفن، وكذلك بين العقل والعاطفة، وأن أنظمة التعليم الحالية تعمل على فصل العلم عن الفن والتركيز الشديد على العلم باعتبارها المنتج، وأن الفن لا جدوى تذكر منه. كذلك يقوم أنظمة التعليم بتنشيط استخدام العقل واعتبار العاطفة أمر ثانوي، وهذا خطأ كبير حيث كلاهما يكمل بعضهما. كما يؤكد الكتاب من خلال فصولها السبعة على فكرة أن الإبداع ليس موهبة مقتصرة على فئة معينة من الناس، إنما الإبداع موجود داخل كل إنسان، لكن يبقى علينا البحث عن المجال الذي ينشط به وتوفير البيئة المناسبة لإظهاره وتفجير تلك الطاقات والاستفادة منها بشكل يجعل الحياة معنى أفضل. هذه صورة الكتاب المدارس المبدعة، طبعا مترجم باللغة العربية. وفي هذا الكتاب يوسع كين روبنسون محتوى ما قاله في كلمته الشهيرة المعروفة بكلمة تيد، كيف تقتل المدارس الإبداع، ويقدم حلولا فذة وعملية لقضية حيوية لأمتنا، وهي كيف نحدث تحولا في نظامنا التعليمي المضطرب في الوقت الذي تحقق فيه مشروعات الاختبارات المقننة أرباحا ضخمة، وتكافح مدارس كثيرة وطلاب ومعلمون يعانون من هذا الضغط. يشير روبنسون إلى طريق المستقبل، وهو يطالب بإنهاء نظامنا التعليم. وفي محاضرته حول كتاب المدارس المبدعة علق كين قائلا أن رأيي هو أن جميع الأطفال لديهم مواهب هائلة، ونحن نبددهم بلا رحمة. لذا أود أن أتحدث عن التعليم، وأود أن أتحدث عن الإبداع. رأيي هو أن الإبداع الآن لا يقل أهمية في التعليم عن القراءة، وينبغي التعامل معه بنفس الاهتمام. ويسترد في الحديث قائلا: الحين نشوف فيديو هو يتكلم عن الموضوع. Be wrong, you will never come up with anything original.
if you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it. So why is this? I lived in Stratford-on-Avon until about 5 years ago. In fact, we moved from Stratford to Los Angeles. So you can imagine what a seamless transition, you know, this was for America. And when you travel around the world, every education system on earth has the same hierarchy of subjects. Everyone, doesn't matter where you go. You'd think it would be otherwise, but it isn't. At the top are mathematics and languages. Then the humanities and the bottom are the arts, everywhere on earth. And in pretty much every system too, there's a hierarchy within the arts. Art and music are normally given a higher status in schools than drama and dance. There isn't an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. Why? If you were to visit education as an alien and say, what's it for? Public education. I think you'd have to conclude, if you look at the output, you know, who really succeeds by this? Who does everything they should? Who gets all the brownie points? You know, who are the winners? I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Isn't it? They're the people who come out the top. And I used to be one. So there. You know. تعلم مسار الابتكار. وهم هذا بعد الكتاب مترجم باللغة العربية. وينوه الكاتب في هذا الكتاب إلى ضرورة أنه يجب علينا أن ندرك دائما أننا نعيش ثورة مستمرة في مجال التغيير والتطوير. وإذا أردنا أن نبقى ونتطور فعلينا أن نفكر بصورة مختلفة في قدراتنا وكيفية الإفادة القصوى منها. ثم محور أعمدتها ويتلخص بأنه لتحقيق الابتكار يتوجب علينا أن ندير منظماتنا وبخاصة نظم التعليم بصورة مختلفة جذريا. وبحسب كين فإن من الخطوات الأولى للإبداع في المؤسسة أن تعرف المؤسسة طاقات أعضائها ومواهبهم فإن بعض أو ربما معظم الناس ليس لديهم أي فكرة عن قدراتهم ومواهبهم والكثير يعتقد أنه بلا موهبة على الإطلاق ورغم ذلك فإنني أؤكد أننا ولدنا جميعا بمواهب طبيعية هائلة لكن القليل جدا من الناس يستطيعون اكتشاف تلك المواهب والأقل يستطيعون تطويرها بصورة مناسبة هذا كان ملخص شرحنا عن المؤلف الشهير كين روبنسون شكرا لحسن استماعك.